قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقوله الثالثة الأخرى، الأخرى يعني الوضيعة، فلان متأخر يعني وضيع الحقيقة، إن الأخرى راجعة إلى مناة وهي الوضيعة المتأخرة، والقول الثاني أنها ليست راجعة للكل وإنما هي راجعة للعزى، وذلك لأن العزى هي المذكورة ثانية ذكرت بعد اللات، فتكون الأخرى وصف على القول الثاني للعزى، وذلك لأن المذكورة أولا اللات والمذكورة ثانيا العزى. مع أن بعض العلماء يقول إن صفة الأخرى الوضيعة شاملة للكل، فتكون الأخرى وهي الوضع والاحتقار شاملا للات والعزى ومناه.